جي بي سي على كيفك. جي بي كاب الرياضة عنا نجم الأسبوع هو نجم الأسبوع نجم الأسبوع هو نجم الأسبوع. اللاعب إبراهيم الجوابري أردني الجنسية من مواليد العام 1991 في الكويت، يلعب بمركز المهاجم في النادي الحالي ذات راس. بدأ إبراهيم حياته الرياضية في نادي الأهلي عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وتدرج مع الفريق إلى أن وصل للفريق الأول وكان عمره أنذاك 17 عاما. بقي معهم إلى سن 20 قبل أن تتم إعارته إلى نادي شباب الأردن، حيث ساهم معهم في تحقيق لقب الدوري الأردني مع المدرب فلورين، وتمت إعارته بعدها إلى نادي منشية بني حسن، وساعدهم في البقاء في دوري الأضواء دوري المناصير الأردني للمحترفين، ثم عاد إلى ناديه الأم النادي الأهلي ولعب معهم الموسم الماضي قبل أن ينتهي عقده. واستطاع نادي ذات راس أن يخطف الجوابري ووقعوا معه ليمثلهم في هذا الموسم. استمعنا للتقرير عن اللاعب الجميل والسريع الكابتن إبراهيم الجوابري. كابتن يعطيك العافية. الله يعافيك. أمورك تمام؟ الحمد لله. كيف الصيف معك؟ والله بجنن الحمد لله. بلشنا نلبس نسكم خلص. بالضبط. طيب كابتن، يعني ما شاء الله، أول إشي كل حدا بنحكي له عن كابتن إبراهيم الجوابري بحكي لك هذا اللاعب هذا من طينة الكبار، وهذا اللاعب سوف يكون مستقبل. لماذا لم يتم يعني وجود مكنة إعلامية من لهذا اللاعب؟ لماذا لا يوجد هنالك اهتمام إعلامي مثل لهذا اللاعب؟ لاعب سريع جدا، لاعب مهاري، لاعب قوي، لاعب ممتاز، يعني أفضل مهاجم صراحة في عام 2016 بالنسبة لنا هو الكابتن إبراهيم الجوابري. الله يسعدكم يا رب. طبعا هذا حكي يعني جدا رائع منكم، أنا بشكركم وبشكر يعني الجميع. وأخوي شيكس طبعا هو الإعلام يعني بشكل عام يعني منحاز بشغلات معينة، ممكن نعم. أنا يعني أكون أنه أقدم اللي علي وأسوي اللي علي والباقي توفيق من رب العالمين. الحمد يعني لله رب العالمين. طيب كابتن، شو بتعني لك كرة القدم؟ طبعا حياة، طبعا كلاعب كرة قدم هي بالنسبة لي كل إشي في حياتي، حلم وحياة ومبدأ وكل إشي في حياتي كرة القدم. طيب يعني بلشت مسيرتك بكرة القدم كيف ومين شجعك عليها؟ أي بمعنى من الذي زرع في إبراهيم فكرة وجود لاعب كرة قدم؟ صراحة هو أنا يعني بديت حياتي في كرة القدم مني نفسي أنا لحالي، يعني بالرغم من أني كنت أحب أنزل مثلا على الحارة ألعب مع الأولاد ألعب مع الحارة الثانية، بلشت حياتي زي هيك شوي 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 أطلع، بالرغم من أنه أهلي ما كانوا يعني متفقين معي أنه أبلش يعني رياضة كرة القدم، بس تحديت كل الظروف والله، بس ومشت الأمور الحمد لله رب العالمين. التحقت بنادي الأهلي طبعا من صغر، يعني كتير كنت صغير وبلشت من هناك مسيرتي الكروية يعني. نعم. طيب كابتن، من هو قدوتك في الملاعب المحلية وكذلك العالمية؟ هسا قدوتي أنا في الملاعب المحلية يعني في ممكن جيريس، كابتن جيريس تادروس، الكابتن هيثم اللي أنا يعني شفتهم. وفي الملاعب العالمية؟ في الملاعب العالمية الظاهرة رونالدو طبعا. أي رونالدو؟ استنى، في رونالدو اثنين. لا لا لا. رونالدو داليما. نعم، البرازيلي. يا سلام عليك. فلذلك مهاجم مثله. أنا طبعا ما هو اللي خلاني أتشجع برضه أصير لاعب زيه، يعني يعني بتشرف أن يكون بالنسبة لي يعني زي مثال. الله عليك الله عليك. طيب هل لديك لقب تناديك به جماهير نادي ذات راس؟ والله في يعني ناس بينادوني النفاثة مرة، في ناس بينادوني الخلوق، يعني هاي هي الأسامي اللي أكتر إشي بسمعها يعني. وإحنا من عندنا من هنا بنسميك التوربيد. الله يسعدك يا رب. طيب كابتن، كيف علاقتك يعني مع لاعبين فريق ذات راس، وكيف يعني الكيمياء متواجدة بينكما؟ علاقة بالعكس أخوية جدا، يعني بالعكس نادي ذات راس عائلة رائعة جدا وفريق أخوي وبحبوا بعض بطريقة خيالية جدا، يعني بالعكس جدا جدا رائعين. طيب علاقتك مع المدرب الحالي وكيف بتشوف استراتيجيته باللعب؟ هسا احنا مدربنا جديد طبعا، احنا تغير علينا مدربين طبعا قبل هالمره، اللي سهل علي الكابتن هيثم شبول الكابتن رائع، والكابتن عماد خان كان برضه مدرب رائع. حاليا مسكنا مدرب تونسي اسمه ماهر السديري، طبعا فكره افريقي اكثر بما انه تونسي، وبالعكس يعني عنده امكانيات حلوه ورائعه وبنستفيد منه، يعني الامور كويسه الحمد لله. على ماذا يعتمد؟ يعتمد على القوه الجسديه والسرعه.
هسا بيعتمد اكيد 100%. هسا الدوري الافريقي بيعتمد على القوه البدنيه والسرعه، فبيختلف معك نمط التمرينات نمط التدريب، فبس الحمد لله يعني مشت امورنا معه. وهل هذا الشيء يعني يلقى فعاليه لدى اللاعبين في ذات راس؟ اكيد بحسن الاداء تاعنا اكثر، بحسن القوه البدنيه عندنا اكثر، بحسن النفس تاع المباريات اكثر، هذا كله من صالحنا يعني. نعم. طيب كابتن، الهدف اللي سجلته بحياتك ومستحيل تنساه؟ هدف سجلته بحياتي هدفي بالوحدات، الدقيقه كان 93. نعم. كيف كان الشعور؟ كان والله شعور رائع. كان الوحدات طبعا الموسم الماضي مو خسران يعني اي مباراه، ويعني انك تحرز جول اخر يعني ثواني وخلص طبعاً. يعني كنا بحاجه يعني محتاجين كثير هذا الجول، واخذنا 3 نقاط طبعا الحمد لله. انسى الادرينالين وقتها طبعا. فيديو ما يود. طيب كابتن، المباراه المستحيل تنساها في حياتك هي نفسها المباراه هاي؟ لا، هسا المباراة المستحيل يعني أنساها في أكثر من مباريات يعني. يلا. يمكن يعني يمكن كانت المباراة اللي هي مع البقعة، كانت الموسم الماضي. نعم. كان كنا متأخرين 2-1، سجلت فيها جول أول، انتأخرنا 2-1 في المباراة وانطرد منا الحارس. رجعنا بالمباراة 4-2، هاي مباراة كانت ملحمة، جبت فيها هدفين والله، هاي مباراة ما بنساها يعني. يا سلام، هذا تكتيك جميل جدا. كان والله ولاعبين كان روحهم حلو يعني جدا رائعة. طيب كابتن، البطولة اللي نفسك تفوز فيها؟ البطولة اللي نفسي أفوز فيها هو يعني ما أخذت أنا يعني كأس الأردن بحياتي يعني، وبتمنى أني أخذها يعني عما قريب. طيب كابتن، يعني الآن نقرأ تعليقات الناس لإلك. هنالك يعني حسان الأخرس بيحكي: مهاجم يمتلك مهارة وقتالية عالية، وهذه النوعية صعب أن تجتمع بمهاجم واحد، مع فقدان الكرة الأردنية للمهاجمين المهاريين يستطيع أن يجد له مكان بالمنتخب. كل التوفيق لكابتن إبراهيم. الله يسعده يا رب. شكرا أخوي حسان، شكرا. والله هذا مجمع عليه. الله يسعدك يا رب، يسعد جميع المستمعين. كذلك مناح الإقضاء بيحكي: مهاجم ممتاز ويجب أن يكون مع المنتخب، كل الاحترام والتقدير كابتن إبراهيم. تسلم تسلم أخوي مناح، الله يسعدك. وهيمة الكسواني كمان بيحكي بأنه أنت مهاجم شرس وسريع، لديه حس تهديفي وهو مظلوم إعلاميا. الله يوفقك كابتن إبراهيم، وإن شاء الله بيجي يوم ونشوفك لابس بلوزة المنتخب يا رب إن شاء الله. وعمرو أبو وسام بيحكي: بنتمناه يكون يعني مع أندية عظيمة جدا. وفراس الجمل كذلك بيحكي: مهاجم مظلوم إعلاميا في الأردن، المنتخب بحاجة للاعب سريع ومقاتل مثله، أحسنتم الخيار. الله يسعدك أخوي فراس، شكرا 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 لك. هذا يعني هذا من نطلع أنا وإبراهيم نحكي لفراس: فراس، هذا الكلام أنت كاتبه مسروق ولا لا؟ مش معقول. فراس الجمل كل الحب والاحترام. طيب كابتن، نرجع شوي لإلك يعني. الآن يعني في أرضية الميدان، اللاعب الذي يعرف بالتوربيد إبراهيم الجوابري هو يقدم أداء عالي جدا، أعين الأندية الأخرى. في أعين أندية أخرى والله، في يعني بتحدى أكثر من نادي يعني تحدث معي، وأكثر من نادي يعني صار في كلام، بس نعم. الحمد يعني السنة الموسم هاي يعني تشرفت ولعبت لنادي ذات راس. نعم. في ناس بيحكوا انه مثلا عندك عمرو ابو وسام بيحكي: بنتمنى يكون وحداتي، كل الحب هيمة. وابراهيم ابو شحاده بيحكي: لو الوحدات قدم للاعب ابراهيم الجوابري بيلعب مع الوحدات ام لا؟ انا صراحه بتشرف في اي نادي اردني يعني، بتشرف نادي الوحدات، بتشرف باقي الانديه طبعا، الي الشرف طبعا أكيد. نعم. طيب يعني كابتن، هل هنالك اعين خارجيه عليك ام ماذا؟ والله هو يعني صار في يعني انديه عمانيه مثلا حكى معي نادي عماني، صار نعم. في حكي من انديه في السعوديه، بس يعني ما صارش نصيب الموسم الماضي، فإن شاء الله السنة الجاي نعرف شو النصيب الواحد. أفضل لحظة حصلت لك في كرة القدم؟ أفضل لحظة حصلت معي في كرة القدم أتوقع هي إنه أخذ الدوري طبعاً. طبعاً حلو شعور إنك تأخذ الدوري الأردني يعني، والاحتفال والانبساط، وأكيد في كمان فرحة اللي هي لما طلعنا الأهلي على دوري المحترفين. طبعاً طبعاً. برأيك نادي الأهلي هذا الموسم يقدم أداء عالي جداً، وهو الحصان الأسود. مظبوط، نادي الأهلي نادي كبير وبيستاهل وبيستحق إنه يكون يعني بأعلى المراتب. برأيك ذات راس في مباراة البارحة كان بالإمكان أن يفوز على نادي الفيصلي؟ كان بالإمكان أن يفوز على نادي الفيصلي صراحة، لأنه الشوط الثاني يعني قدمنا أداء جيد جداً، وجتنا فرص يعني جيدة، بس يعني الحمد لله رب العالمين نقطة أحسن من ولا شيء. نعم. طب كابتن، يعني لو هنالك لاعب تتمنى أن تلعب بجانبه، من هو هذا اللاعب؟ لاعب محلي ولا محلي؟ محلي كان رأفت علي. رأفت علي أو حسن الشيخ، واحد منهم. نعم. طيب عالميا؟ عالميا أكيد يعني بحب ألعب مع يعني لاني مدريدي بحب ألعب مع رونالدو. أنا ليش شايفك مع إبراهيموفيتش؟ أنا
بميل لباريس سان جيرمان. ايوه بما انك انت بتحب الظاهره رونالدو وابراهيموفيتش كان يحب رونالدو وانتوا اثنين مهاجمين. اه ما هي هي بالضبط. وكم صرنا لابس باريس سان جيرمان. بتشجع فرنسا بنادي فرنسي من ورانا. انا بحب باريس صراحه. بعدين انا بجتمع معك انا بحب البوكا جونيورز. الله عليك يا سلام خلاص. عليك خلاص احنا هيك يعني هذا اليوم هو نجم العالم الكابتن ابراهيم. طيب كابتن يعني كيف بتشوف مستقبل الكره في الاردن؟ والله مستقبل الكره بالاردن بتطور ان شاء الله وللاحسن ان شاء الله يعني. والذي حدث لنا امام استراليا لنكون صادقين. لنكون صادقين يعني هو يعني تفرق بالامكانيات البدنيه الاحتراف بكل الامكانيات يعني تفرق. بس المفروض احنا نضل واقفين يعني مع المنتخب الاردني يعني باي حالات ان شاء الله خساره او فوز. لانه زي ما هم بيجوا هنا مثلا الافرقه الكبيره ومنفوز عليها بارضنا برضو ممكن نخسر احنا برا ارضنا يعني. وهيك كره القدم يعني 100%. طيب كابتن لو رجع فيك الزمن لورا هل راح تحترف كره القدم؟ يلا يلا ها. لو رجع فيك الزمن يعني صراحة ما بعرف سؤال يعني صعب بس أكيد يعني لأنه أنا بدمي من صغري كرة القدم. طيب كابتن على الصعيد الآخر يعني الآن نادي ذات راس وأنت مع نادي ذات راس في مراحل ربما قد اقتربت نهاية الدوري هل تفكر في البقاء مع نادي ذات راس أم سوف تعود للأهلي أم هنالك يعني عروض لربما لا تريد الإفصاح عنها في هذا؟ صراحة هو أنا يعني هسه ملتزم بعقد لآخر الشهر هذا تقريبا. فما يعني كل تفكيري وكل تركيزي إني أطلع نادي ذات راس من الوضع اللي هو فيه يعني. ما بفكر بأي تفكير آخر يعني. في أكثر من نادي وفي أكثر من حكي بس يعني ما باخذ اهتمام هسه لأنه مش وقت إني أدخل في هيك مواضيع. نعم. طب كابتن من هو المدرب الذي بدوره يعني لربما له الفضل في إخراج لاعب سريع وكذلك مهاري وعلى الخط الهجومي في الأردن؟ أنا صراحة يعني له الفضل علي بعد رب العالمين يعني الكابتن عيسى الترك والله اللي يعني نعم. اشتغل علي من صغري وبلش معي صح يعني صراحة. نعم. طيب كابتن يعني على الصعيد الآخر الآن مرحلة الدوري لربما ما زالت هو لعب مع شفيق يعني كذلك شفيق عويس الآن من أفضل أظهر اليسرى كانت في الزمانات شفيق طبعا واعتزل شفيق خلاص ما بس الزمن طيب كابتن لو إحنا بنيجي هسا عن الدوري محليا الأوراق متبعثرة تماما مزبوط ولا يوجد هنالك ولا أي أداة تشير إلى متصدر أو صح. يعني حاسم للدوري صحيح. ما الذي حدث هذا السنة بالتحديد في دوري المناصير؟ اللي حدث إنه يعني الأفرقة كلها مستواها قريب جدا من بعض نعم. يعني كتير قريب يعني أغلب الناس كانوا يحكوا على الأهلي أغلب الناس كانوا يحكوا على ذات راس يعني إحنا أول ما بدينا كان ننافس بس ما صح لنا نصيب يعني الحمد لله على كل حال نعم. بس الأندية كلها قريبة من بعض يعني أندية جهزت بطريقة خيالية يعني دفعت مبالغ خيالية بس ما صار معها نصيب مثل الحسين أربد مثل كذا كذا ممكن بس يعني مثلا أندية ما جهزت بنفس الوقت قاعده بتنافس بطريقه يعني جدا قويه نعم. زي الاهلي زي شباب الاردن فبس نعم. يعني الدوري لسه ما تحدد ولسه يعني ضايل 4 جولات تقريبا يعني لسه في حكي هسه بدنا نروح لشيء يعني حياتك الخاصه شوي شو اكثر الدوريات اللي بتتابعها؟ اكثر الدوريات اللي بتابعها الدوري الاسباني وبحب الدوري الانجليزي صراحه يعني بحبه كثير. مين بتشجع في اسبانيا؟ في اسبانيا ريال مدريد. مبسوط انت على فوز ولا؟ انا مبسوط جدا صراحه كثير مبسوط كنت مش شوي كمان وبهدف رونالدو وعارضة رونالدو وبهجمات مدريد كلها صراحة للأمانة ريال مدريد المفروض هدف جارث بيل ينحسب لأنه صحيح ما في إشي صراحة مزبوط الحكي. طيب كابتن برأيك في إنجلترا مين بتشجع أول إشي؟ بإنجلترا أنا يعني ممكن 2 اللي هم أرسنال وليفربول. حلو عندك يوم الخميس مباراة مع بروسيا هاي ملحمة هاي والله ملحمة صح. طيب تتمنى الدوري السنة يروح لمين؟ انا صراحه هسه الدوري المحلي ولا لا الانجليزي؟ الانجليزي بتمنى ليستر لانه شو انه نادي يعني طلع من ولا إشي وفجاه وبطريقه خياليه جدا ولا هسه يعني حتى ما حدش متصور شو اللي بيعمله النادي 100%. طيب كابتن يعني لو نروح الان على اسئله على السريع لاعبك المفضل محليا من هو؟ لاعبي المفضل محليا يعني بحب حسن عبد الفتاح صراحه بحب لعبه. نعم. وناديك المفضل عربيا؟ أنا نادي الأهلي. نادي الأهلي المصري المصري ولا السعودي؟ لا أنا بحب الأهلي المصري. نعم. طيب ولاعبك المفضل عربيا؟ لاعبي المفضل بحب طارق التايب. أها طارق التايب بحب لعبه ومهارته.
طيب رياض محرز. أوه رائع. هسا احنا بنحكي على لاعبين اجداد يعني ممكن ندرس ممكن هيك. رياض محرز لاعب صراحة جدا رائع. شو رأيك فيه؟ والله يعني بفتخر الواحد انه في لاعب عربي بوصل لهيك مراحل، ونتمنى انه يكون مع نادي كمان كبير اكثر منه. وهنالك اخر وهو ياسين ابراهيمي، لاعب ياسين ابراهيمي برضه لعيب جدا يعني، بالعكس يعني الجزائر فخر بتطلع لعيبه يعني عظيمين. طيب صحيح 100%. طيب المنتخب اللي بتشجعه؟ انا صراحه ما بعرف منتخب اللي بشجعه. برازيلي. برازيلي ويعني وضعك سيء بالتصفيات، ايش عم بيصير؟ دونجا مأساوي. دونجا هي انا مشكلتي انا ما بحبه من زمان صراحه. نعم يعني في مدربين اكفأ منه، وفي لا يعني في عناصر يعني مبين انه الخلل بكون من مدرب ما دام في عندك كل العناصر هاي فقط. يعني انا تعجبت من التعادل الاخير مع الاوروغواي، مع انه عندك دوغلاس كوستا، عندك فيليب لويس، نيمار، ويليان، اوسكار، عنده عناصر يعني خياليه اي مدرب بتمناهم يعني، بس اللعب بضل انه يعني الغلط من المدرب، انا هيك بحطه 100%. زمي دونجا ضيع البرازيل، عمرها البرازيل، وهي هو سكولاري في اخر فتره مزبوط 7-1 7-1 هاي المشكله، بروح سكولاري بيجي دونجا سكولاري خلاص بكفي 100%. طيب كابتن، فريق عالمي تحلم باللعب فيه؟ اكيد فريق المفضل يعني هو يعني ريال مدريد. ريال مدريد اتمنى طبعا يعني. كيف تعرفت على ريال مدريد؟ أنا ريال مدريد طبعا تعرفت عليه عن طريق طبعا زيدان، عن طريق رونالدو البرازيلي، عن طريق كارلوس، عن أسامي الكبير اللي لعبت في نادي ريال مدريد. بعد النادي يعني نادي بتحكي عن نادي بطولات، نادي يعني يعني شو ما أحكي ما راح أوفي له. هل هنالك مشادات بينك وبين أصدقائك في نادي ذات راس بأنهم بيشجعوا برشلونة أنت ريال مدريد؟ مظبوط بصير، بس الحلو في الموضوع أنه أغلبهم ريال مدريد. جد؟ أغلب ذات راس ريال مدريد. يعني لو حكينا من التشكيل الأساسي 11 كم واحد مدريدي؟ ممكن يطلع لك 9. أوبا جميل. جميل. مين حد عندكم يعني يونيك غريب عجيب ما بيشجع نادي مختلف عن برشلونة ومدريد؟ والله في شاب هذيك المرة عرفت بحكي لي أنا بحب فالنسيا. مين عندكم في النادي؟ اسمه أنس. والله حكى نعم. أنا بحب فالنسيا. هذا عظيم والله، كويس يعني إنه حلو الواحد يكون فيه هيك. طبعا غريب. طبعا 100%. يعني إحنا بالبدايات وأنا صغير شجعت فالنسيا. حلو. حلو. طيب كابتن الآن يعني رقمك المفضل وسبب اختياري. أنا رقمي المفضل من صغري، طبعا أنا من صغري كنت أرسم، أضل أرسم أرسم أرسم، كنت أحب أرسم حالي وأحط رقم 10. نعم وأنا بحب رقم 10 صراحة، وهو الرقم اللي طول عمري بالفئات في الأهلي لبسته برضو مع الأهلي أغلب مراحلي لبسته مع الأهلي. وحاليا يعني برتدي رقم 7 مع ذات راس برضو، رقم 7 يعني رقم حلو. جميل. بس بفضل رقم 10، أنا بحب رقم 10. نعم نعم، يعني هذا الشيء يعود إلى الحلم الجميل الذي يتوج عبر الرقم 10. مزبوط صحيح. طيب كابتن، أصعب فريق واجهته من؟ أصعب فريق واجهته؟ نعم أصعب فريق الوحدات. وحدات لاعبين بيلعبوا كرة قدم جميلة والله صراحة، السنة الماضية كانوا مستواهم رائع مع الكابتن عبد الله بزمع كمان، يعني قبليها كان ممتاز برضه يعني كثير لعبوا فوتبول حلو، فكانوا يغلبوا الأفرقة صراحة. نعم هي كانت أصعب مباراة أمام الوحدات. أمام الوحدات. طيب كابتن، وأكثر ما تحب يعني غير كرة القدم؟ صراحة بحب سباحة، بحب ألعب تنس طاولة، بحب تنس أرضي، كثير لي رياضات صراحة بحب يعني كثير أغلب الرياضات بحبها يعني. بينج بونج. لا صراحة ما بحب ألعب بولينج، بحب ألعب شغلات زي هيك. طيب بلد بتحب تزوره؟ بلد بحب أزوره، بحب صراحة أزور البرازيل. البرازيل. والله حلم مشترك. نروح على ساو باولو، رو دي جانيرو، نطلع مع بعض شهر 9 شهر 10 أنا وياك منحلق على البرازيل. خلص منروح أنا موافق. طيب كابتن، منروح الآن يعني أسئلة تتعلق ب يعني الكرة المحلية، نعود مرة أخرى للدوري المحلي. كابتن، نادي ذات راس الآن برأيك هو في مرحلة صعبة جدا؟ صحيح، احنا يعني هسا ما في فريق ما بمر بمرحلة صعبة، يعني فريق ذات راس بضل فريق كبير بنافس طول عمره على الكأس وعلى الدوري، بس يعني أحيانا الفريق الكبير لازم يمر بظروف صعبة، وهذا اللي صار معنا الموسم هذا. يعني مرينا بأكثر من ظرف، مرينا بظروف يعني زي ما بيحكوها يعني لا إرادية. نعم. حاولنا نعمل، حاولنا نسوي، حاولنا من كل النواحي، بس يعني الظروف حكمت علينا. بس نعم. إن شاء الله يعني ما بضل ذات راس بالوضع هذا إن شاء الله الموسم القادم، يعني أنا متأكد من هذا الشيء. نعم. وعلى الصعيد الآخر، هل برأيك يعني الاتحاد ينصف الأندية يعني المحلية بشكل جيد أم ماذا؟ هو أكيد يعني ما راح إحنا نقارن يعني إنه الاتحاد عندنا مثلا زي الاتحادات الأخرى، يعني ممكن
الأندية عندنا ما بتأخذ مثلا مستحقاتها كاملة مثلا، هذا اللي عم بسألك يعني، مش هالمبالغ اللي ممكن تتصورها، بس يعني بشكل عام يعني الاحتراف عندنا تقريبا صار يعني مش 100%. هاي المشكلة، هل هنالك تأخر في استلام الاستحقاقات للأندية؟ أغلب الأندية مظبوط، أغلب الأندية بتأخروا بالاستحقاقات المالية، يعني مش بس يعني نادي معين، في أغلب الأندية. وهي مشكلة يعني الناس اللي بتتابع الدوري مثلا، بحكي لك دوري نازل دوري صعب، يعني في ظروف مرات بتخلي الواحد مثلا يعني لا ماخذ مثلا راتب، مثلا ملاعب مثلا، يعني في اكثر من ظرف، وانه يخلي الدوري الاردني مثلا يحكوا عنه مش 100%. نعم. طيب كابتن، يعني الان نذهب للاسئله التي هي يعني تتحدث حول التصفيات وبالتحديد كاس العرب للسيدات هنا في المملكه الاردنيه الهاشميه، لربما هي يعني فخر بان الاردن تستضيف كاس العرب للسيدات. اكيد اكيد فخر لنا طبعا. برايك هل يعني الأردن قادرة على استضافة شيء رجالي، أي بمعنى بطولة رجالية؟ هل هنالك بنية تحتية جاهزة في هذه الأوقات، ملاعب، مرافق صحية؟ صراحة هو يعني رجال ما يعني هسه إحنا بالإمكانيات اللي عنا يعني عملنا إحنا للدوري كأس العالم للناشئات، هذا البطولة هاي يعني عملنا إمكانيات، عملنا ملاعب، ظبطوا يعني أغلب الملاعب إذا بتشوفها هسه كلها تعدلت، كلها صارت متطورة أكثر، كلها يعني هذا بدل على إنه إحنا بلد متطور وبلد. نعم. إنه ممكن إحنا نعمل أكثر من هيك. نعم، كنا نعاني نحن في البنية التحتية سابقا. صحيح. والآن يعني على حسب أقوال الاتحاد بأنه الملاعب سلمت 100%. مظبوط، سلمت إن شاء الله. طيب كابتن، الآن أنا هريتك أسئلة، أنا عارف، خذ راحتك يا حبيبي حبيبي إبراهيم. طيب كابتن، على الصعيد الآخر، السنة في يورو برأيك ألمانيا ولا فرنسا؟ أنا صراحة إنجلترا، بحب ألمانيا، بميل لألمانيا شوي. نعم، انا بتمنى انه المانيا. انجلترا عندهم فريق جدا رائع، خصوصا انه يعني بتشوف فارتي، بتشوف كين، بتشوف يعني سامي اول مره بتشوفه انت يعني بالمنتخب الانجليزي، يعني حلو. بحكي لك يعني انا اتوقع ان المانيا او انجلترا. فرنسا هنالك فالبوينا، لاكازيت، عندهم سامي، ما بنختلف، بس يعني بحس نفسهم اقوى انجلترا والمانيا من فرنسا. برايك هنالك منتخبات لربما يعني تكون حصان أسود مثل بلجيكا؟ مظبوط، ما بتعرف، عندهم اسامي ممكن انه ينافسوا بطريقه يعني ما مستحيل تعرف كرة القدم هيك. ممكن يطلع لك فريق يعني ما عنده إمكانيات ويوصل لمراحل كبيرة. أكبر دليل ليستر سيتي برضه. طبعاً طبعاً ليستر سيتي. طيب وعلى الصعيد الآخر، اليويفا تشامبيونز، من برأيك صراحة يستحق أن يكون أفضل مهاجم بما أنه أنت مهاجم؟ روبرت ليفو. صراحة هو أنا هم اثنين يعني، هم سواريز وليفاندوسكي، يعني هم الاثنين. برأيك من الأفضل؟ بحس انا يعني لاني بميل لسواريز، انا ايام كنت اتابع ايام ما كان باياكس وليفربول، بحس انه سواريز افضل من ليفاندوفسكي. نعم. طيب كابتن، يعني ما شاء الله عنك يعني ميال لامريكا الجنوبيه بشكل كبير جدا. انا كثير صراحه. طب انا يعني سمعنا انك لك قصص مع بوكا جونيورز، شو قصتك مع بوكا؟ والله انا من صغري بحب احضر، بحب ريكلمي من زمان يعني. نعم. لاعب كبير وكنت احب اتابعه، وتيفيز برضه كان يعني في اسامي لعبت في البوكا جونيورز. هو ريكلمي ظلم والله. ظلم اكيد مزبوط، يعني انت بتحكي على لاعب يعني كبير يعني طبعا، بس انه خلص الظروف ما ساعدته يعني. لويس فان خال جاب الحلقه الاخيره مش لمانشستر يونايتد بس، جاب حلقه اخيره لكل اللاعبين اللاتينيين، هو بحبش يلعب مع اللاتينيين. مزبوط، صح مزبوط، هذا هو اللي سبب يعني تدهور ريكلمي. تدهور ريكلمي صحيح. طيب كابتن، الان يعني نحن في اخر الدقائق، هنالك الكثير من التعليقات حول وجودك انت كلاعب 100% في المنتخب، وكذلك في وجودك كلاعب مهم في الاردن. هنالك مثلا عندك كاميليا بتحكي لك انت الافضل، كذلك وهنالك محمد أبو عرقوب بيحكي نجم يا هيمو، ومصطفى جبر لاعب خلوق، وكذلك هنالك الكثير من التعليقات ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنالك يعني محمد أمير بيحكي الكابتن إبراهيم فنان كذلك، لكن يحتاج أن يأخذ فرصته بالكامل. هنا يعني كل العالم تحكي إنه الإعلام ظالم. مزبوط، في منه هذا الحكي، يعني احتمال يكون يعني هاي زي ما بيحكوها يعني مش بإيده الواحد، يعني لا إراديا هاي، يعني أنا ما عندي يعني الإعلام بيجي لحاله فجأة، ممكن تعمل يعني أنا مثلا شغلت مثلا إنه الرباط هاي إذا بتعرفها صارت شغلة الخلوق رباط. نعم. الرباط يعني صار فيها إعلام وصار فيها ضجة، يعني ممكن ظروف إنه تساعد إنه أنت الإعلام يساعدك، غير هيك يعني صعب. طبعا طبعا، فشق الأنفس الواحد ما هي هي. مزبوط. بحاول يكون يعني حاضر في المكان الإعلامي. طيب كابتن، يعني كلمة أخيرة توجهها للجمهور.
أنا طبعا بشكر الجمهور وبشكر كل اللي وقفوا معاي في مسيرتي الرياضية كلها، وبشكر كل واحد بتابعني وبمدحني، وكل واحد يعني كتب كومنت أو بيحكي معي تليفون، وبشكر جي بي سي راديو طبعا، وبشكر أكوا شيكس، وبشكر كل المقيمين في الراديو طبعا، وشكرا لكم. شكرا يا سلام لكم. على الخجول. الله يسعدكم يا رب. ألا ألا بالضبط، هو الأنيق والخجول وكذلك التوربين. يعني أنا طوال اللقاء أنا بتحدث مع كابتن إبراهيم مش بس خجول ومتوتر، أنت كيف أنت بتكون بملعب أمامك جماهير؟ لا أنا بالملعب بختلف. أنا مش برا الملعب غير طبعا. بس أنت بتفجر الشباك بس. مش معقول، مش معقول كابتن. والله أتمنى أن أراك حاضرا ليس فقط في الدوري المحلي، بل أراك نجما في الوطن العربي، عشان إذا أحكي لهم بس أتصور معاه احكي لهم والله انا بعرفه. والله انا بتشرف اني انا اطلع عشان انت تعلق لي بتعليقك الرائع. انا مش بتشرف، هذا الاشي انا واجب علي. الله يسعدك، بالعكس انت يعني معلق رائع جدا صراحه، وبتابعك صراحه، وبتمنى لك كل التوفيق. والله يا اخوي شيكس كل الحب والاحترام. شكرا لك عزيزي كابتن ابراهيم الجوابري، لاعب نادي ذات راس والتوربيد الخاص في المملكه، والذي يسمى كذلك بالنفاث. هو صراحه كوكب ناسا، يعني مش حتى كوكب ناسا، هو مركبة ناسا الفضائية بين أقدامه. إن شاء الله بنشوف هاي الأقدام متوجة بالذهب. يعني طلع استحى 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 خجول كابتن خجول. طيب كل الحب لإلك كابتن. والله هذا لقاء جميل جدا ورائع، وكذلك زي ما حكيت أنت لاعب من مش من طينة الكبار، أنت لاعب ذو مهارات صراحة من عالم آخر. الله يسعدك يا رب. شكرا شكرا أخوي. شكرا. JBC على كيفك.